لو حضرتك عندك خشونه بالركبه وعايز حاجه سريعه تقلل الالم والتورم والتيبس وانت في البيت، هقول لك على شويه نصايح مهمه جدا هتساعدك جدا وتخليك تمارس حياتك بشكل طبيعي. حاول تعمل كمادات دافيه على الركبه على الاقل مرتين يوميا، كل مره 15 دقيقه، وتكون عن طريق ميه مباشره، يعني دش مباشر على الركبه مش كماده او قربه لانها مش مفيده. بعد كمادات الدافيه هتنشف الركبه كويس، وبعدين تحط دهان خفيف بدون تدليك زي مرهم السريلان من قدام ومن ورا الركبة، علشان ده أفضل كريم بيقلل تقلص وتيبس العضلات حوالين الركبة. المفروض تحط المرهم بدون تدليك. لكن لو ركبتك كانت ورمة هتعمل كمادات تلج مرتين يوميا، عن طريق انك بتجيب مكعبات تلج وتحطها في فوطة وتحطها على الركبة 15 دقيقة وبعدين تنشف كويس. ممكن تستخدم بعد الكمادات التلج مرهم الريباريل أو الهيموكلار بدون تدليك علشان يخفف التورم. اي مرهم تحطه على الركبه لازم يكون بدون تدليك، علشان التدليك الزياده بيزود الالتهابات وتقلص العضلات. وانت جالس لازم ركبتك تكون مفروده مش متنيه، ولو عايز تتنيها لازم ما تتنهاش اكتر من 90 درجه، علشان لو تنيتها اكتر من 90 درجه الالم والاحتكاك بيزيد. حاول ما تجلس مده طويله في مكان، وقوم اتحرك كل نص ساعه ولو حتى 5 دقايق علشان ركبتك ما تكلبش وما تتيبسش. ممكن تعمل شوية تمارين خفيفة وانت جالس زي التاني والفرد، تاني وفرد الركبة. ممكن تلبس مشد للركبة مفتوح من قدام، وبلاش المقفول لان المقفول بيضغط على الصابونة فيزود الألم والخشونة، وتلبسه وانت متحرك او بتشتغل في البيت، لكن لو جالس او نايم لازم تفكه وتقلعه. ممكن تعمل خلطة زيت الزيتون والكركم على الركبة، بتجيب معلقة زيت زيتون ومعلقة كركم وتخلطهم علشان يبقوا زي العجينة وتدهن بيهم الركبة. كمان الكركم ممكن تحطه في الاكل والسلطة لانه بيقلل الالتهابات. ما تلبسي أحذية فلات ولا لينة ولا كعب عالي ولا تمشي حافي في البيت، ولازم تلبس حذاء رياضي يكون ناشف من تحت ومن الجوانب، علشان مفصل الكاحل ما يلفش منك وبالتالي ما يكونش فيه ضغط على الركبة. ما تقعدش مربع أو مقرفص أو على الأرض، وقلل طلوع ونزول السلالم، ولازم تكون ماسك عكاز في إيدك علشان الضغط يكون على العكاز مش على الركبة. ما تشيلش أي حاجة تقيلة في إيدك وأنت ماشي أو طالع السلالم، قلل وزنك على قد ما تقدر علشان تقلل الضغط والحمل على الركبة. اشرب ميه كتير على الاقل 6 كاسات في اليوم. ممكن تعمل تدليك للعضلات اللي فوق وتحت الركبه بزيت زيتون دافي. ممكن تستخدم المكملات الغذائيه اللي الدكتور المختص هيقول لك عليها والمناسبه لحالتك. دي اهم النصايح السريعه علشان تخفف الم خشونه الركبه وانت في البيت. لو حابب نبعت لك فيديو مجاني لاهم التمارين اللي بتعالج خشونه الركبه بفعاليه وانت في البيت بدل ما تروح تعمل علاج طبيعي، ارسل رقم 7 للواتساب اللي هيظهر دلوقتي 002-0155-686-926 وهنبعت لك الفيديو. بنتمنى ليكم الصحة والعافية.